عايزين نتكلم النهاردة على علاقتنا بربنا. العلاقة بالله فيها أشياء كثيرة يمكن أن تنمو خطوة خطوة في عناصر متعددة. أول حاجة يبدأ بها الإنسان هو أن يعرف ربنا. ومعرفة الله ليست بالموضوع الهين، إنما هي موضوع طويل. لو قدرنا نتكلم عليه بالتفصيل هنتكلم. وبعدين الإنسان لما يعرف الله يدخل في العشرة مع الله، وموضوع العشرة مع الله أيضا موضوع طويل. وفي العشرة مع الله يشعر بثقل خطاياه فيدخل في مخافة الله، وبيقول الكتاب بدء الحكمة مخافة الله. ثم يتصور الإنسان شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى محبة الله، وحينما يصل إلى المحبة الكاملة تزول المخافة ويبقى الحب وحده. وفي العشرة مع الله وفي محبة الله يدخل الإنسان في اختبارات روحية كثيرة، وهذه الاختبارات تزيد معرفة بالله أكثر فأكثر، وهكذا ينمو شيئا فشيئا في معرفة الله إلى غير نهاية. في كل يوم من الأيام يأخذ شيئا جديدا عن الله ما كان يعرفه من قبل، وفي كل يوم يتفتح قلبه لمعلومات عن الله لم يكن يعرفها، وفي كل يوم يختبر صفات جديدة من صفات الله ربما كان يعرف مجرد عنوانها من الكتب، لكن ما كانش داخل في أعماقها. وكل ما يعرف الله أكثر يلتصق بالله أكثر، وكل ما يلتصق بالله أكثر يذوق الله أكثر، وكل ما يذوق الله يحب الله أكثر، إلى أن يأتي وقت لا يستطيع قلبه الصغير أن يحتمل المعرفة الإلهية ولا أن يحتمل الحب الإلهي، فيصرخ لله ويقول كفانا كفانا، مش قادر يا رب أحتمل أكثر من كده، مش قادر يحتمل الحب الكبير ولا العاطفة الكبيرة ولا الكشف الكبير اللي ربنا بيكشفه ليه. الله يعلن له ذاته ويكشف له صفاته ويذيق من حلاوته ومن محبته، ويصر الإنسان إنه بدأ يعرف ربنا، ويتندم على الأيام القديمة اللي ما كانش يعرف فيها معرفة كفاية، ويجد إن معرفة ربنا بالنسبة له هي خبزه وطعامه وأكله وشرابه، وإنه بيتغذى بيها وبينمو بيها، زي ما قال بولس الرسول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، لكي يعرف ربنا. وبيقول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية من أجل فضل معرفة المسيح.
لأعرفه وأوجد فيه، لأعرفه وإيه وأوجد فيه. في الحقيقة إن معرفة ربنا ليست بالأمر الهين وليست بالأمر السهل، وكثيرون يظنون إنهم يعرفوا ربنا وفي الحقيقة ربما ما يعرفوش عنه حاجة، ربما ما يعرفوش عنه حاجة، ربما معرفتهم مجرد معرفة عقلية ليست معرفة المذاق وليست معرفة العشرة وليست معرفة الصداقة وليست معرفة الحب وليست معرفة الثبوت المتبادل، اثبتوا فيا وانا فيكم، وليست معرفة الخبرة العملية التي يدخل فيها الإنسان في طريق الله. في ناس يعرفوا ربنا معرفة سطحية، معرفة من الكفر، معرفة من مجرد قانون الإيمان، معرفة من علم اللاهوت، معرفة من الكتاب المقدس. وفي ناس دخلوا إلى العمق، إلى عمق قلب الله وأحسوا من هو الله. وهؤلاء الذين عرفوه باعوا العالم كله من أجله، زي ما قال بولس: خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية من أجل فضل معرفة المسيح ربي، لأعرفه وأوجد فيه. خسر كل الأشياء لكي يعرف ربنا. في ناس معرفتهم بربنا معرفة عقلية، بل الشيطان نفسه يعرف ربنا معرفة عقلية، والكتاب بيقول الشياطين يؤمنون ويقشعرون في معرفة عقلية، لكن لسه معرفش ربنا المعرفة الكافية، معرفوش المعرفة الاختبارية، ما دخلت معه في علاقة، ما دخلت معه في عشرة، ما دخلت معه في علاقة، ما دخلت معه في عشرة. هذه المعرفة بالله تبدأ على الأرض وتستمر في الأبدية. بولس الرسول بيقول نحن نعلم بعض المعرفة، لكن حينئذ سنعرفه وجها لوجه. صدقوني يا بارس، نعرفه وجها لوجه، الواحد يقف قصادها وينذهب، معناها ايه يا رب؟ كيف سنعرفه وجها لوجه؟ ما معنى ان الله يكشف ذاته للناس؟ وما هي ذات الله؟ وكيف نعرفها؟ وكيف يتاح للانسان المحدود ان يعرف الله غير المحدود؟ وكيف يلم به ولن يلم به؟ ربنا يكشف لنا شيئا من جماله فنبهر ولا نستطيع ان نحتمل، ونقول له جيد يا رب ان نكون ها هنا ونسمع ثلاث مظال ونقعد معاك على طول. وجايز يكشف لنا اكثر فنصاب بالدهش، نبقى واقفين كده مبهورين مش عارفين اللي قصادنا ده ايه. واحد يقول لك اشرح لي ايه اللي عرفته، تقول له مش عارف، مش قادر، شيء لا ينطق به ولا يسير لإنسان يتكلم عنه.
تصور لما تعيش في الأبدية في النعيم الأبدي ويبتدي ربنا يكشف لك ذاته وتتمتع بحلاوة ربنا وبجمال ربنا وبمذاقة ربنا وبالثبات في ربنا وبالاتحاد بربنا، تقول أنا مش في دنيا، أنا في عالم آخر. يقول لك وصفوا للعالم، تقول مش عارف. هذا ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. فعلا كل اللي بيشرح لك النعيم الأبدي بطرق بشرية أو نعيم بيتخيله بأسلوب البشري، ده بيقول لك على أشياء خطرت على قلب بشر، لكن في الأبدية ما لم يخطر على قلب بشر. إيه هي؟ هو معرفة الله، هو معرفة ربنا. هل أنت بتعرف الله؟ الرسول بيقول عبارة عجيبة جدا، بيقول اختبروا أنفسكم هل أنتم حقا في الإيمان، اختبروا أنفسكم هل أنتم حقا في الإيمان ولا لسه ما دخلتوش فيه؟ دخلتوا في معرفة ربنا ولا لسه ما دخلتوش؟ دقتوا ربنا ولا ما دقتوهوش؟ عاشرتوا ربنا ولا ما عاشرتوهوش؟ في معرفة تدريجية، الإنسان يبتدي يتدرج في معرفة الله، وبالوقت ياخذ كل يوم حاجة من الحاجات. ومتى يعرف الله؟ الكتاب بيقول أو المسيح نفسه بيقول هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذه هي الحياة الأبدية. كل يوم من الأيام تبتدي تعرف، والأبدية كلها لا تتسع للمعرفة، فهذه هي الحياة الأبدية. آباؤنا القديسون دخلوا في معرفة الله بعض الشيء نتيجة عشرتهم مع ربنا، واللي دخل في معرفة الله يملكه الحب ويملكه الذهول وما بيقدرش يعبر، ويشعر بان في حياة اخرى دخل فيها غير حياته العادية. انت بتعيش في الحياة العادية ولا بتعيش في حياة اخرى غير هذه الحياة هي حياة معرفة الله؟ ده سؤال. كلمة ذوقوا وانظروا، جربتها ولا ما جربتهاش؟ ده سؤال ثاني. كلمة عشرة ربنا، جربتها ولا انت لسه في عبادة الله وفي العبودية لله وفي مجرد الطاعة لله، لكن العشرة مع الله لسه مجربتهاش؟ حكاية الثبات في الله، انت دخلت فيها ولا ما دخلت؟ وما معنى الثبات في الله؟ وكيف يكون، كيف يكون الله ثابت فيك وانت فيه؟ ازاي تبقى في ربنا زي الغصن في الكرمة؟ ازاي تبقى في ربنا زي العضو في الجسد؟ ازاي تقول لأحيا لا انا ولكن المسيح الذي يحيا فيا؟ لأحيا لا انا لكن المسيح يحيا فيا، ازاي تخش في الموضوع ده؟ ازاي لا تتكلم انت وانما ربنا يتكلم على لسانك؟ ازاي ما تفكرش انت وانما زي ما قال بولس الرسول اما نحن فلنا فكر المسيح؟ ازاي؟ ازاي تقول لي الحياة هي المسيح
والموت هو رب. ازاي ليك الحياة هو المسيح؟ ازاي حياتك تبقى المسيح بس؟ ويقول لك المسيح انا هو الطريق والحق والحياة. ازاي الحاجة دي؟ في الحقيقة بوضيع طويلة، وكل واحد من دول عايز الانسان يخش فيها على رواقة، لكن احنا بنتكلم النهاردة عن عناوين، ونسيب العناوين لتأملاته لغاية لما نخش فيه. ابتدي على الاقل في عشرة ربنا، ابتدي على الاقل في عشرة ربنا، في عشرة ربنا انك انت تحيا مع الله. ولا يمكن انك انت تحيا مع الله الا اذا عشت مع الحق وعشت مع البر وعشت مع القداسة، وإلا مش ممكن تعيش مع الله. لا يمكن انك انت تحيا مع النور والظلمة في وقت واحد، اي شركة للنور مع الظلمة او للمسيح مع بلعان. عايز تعيش مع ربنا يعني تعيش مع ربنا وحده، مش معاه مع اعدائه. تبتدي تخش في عشرة ربنا. عشان تخش في عشرة ربنا لازم تتكلم مع ربنا ويتكلم ربنا معاك. تدخل في مسألة الحديث مع الله، والحديث مع الله لا أقصد به مجرد الصلاة، إنما لذة الكلام مع ربنا. في واحد أنت تحب تتكلم معاه، تجد لذة تتكلم معاه في أي موضوع، يقول لك عايز تكلمني في إيه؟ تقول له في الحقيقة ما فيش شيء محدد، أنا عايز أكلمك وبس، في أي حاجة أكلمك، المهم أتكلم معاك وأنت معايا وأوجد في حضرتك ونتكلم سوا في أي حاجة. إن وصلت لهذا الشعور مع ربنا يبقى بدأت تخش في محبة ربنا. من غير كده يبقى لسه الكلام مع الله في تدريب تقدر تخش فيه. قل انا عايز اجرب ازاي اجد لذة في الحديث مع ربنا، وبعدين ثانيا تجرب الاعتماد على الله. تلقي على الرب كل همومك وهو يتولى امرك. كثير من الناس لهم اولياء امور، وكثير من الناس لهم مرشدون، وكثير من الناس بيتكلوا على آخرين، ولكن قليل من الناس اللي رامي حياته كلها على ربنا. ربنا هو اللي بيتولى أمره في الصغيرة وفي الكبيرة، وبيعهد إليه بكل ما سأله، لا يعتمد على بشر، ولا يعتمد على ذكاء الخاص، ولا يعتمد على حكمة، ولا يعتمد على سياسة، إنما يقول له يا رب انت الكل في الكل بالنسبة لي، وانا تارك لك كل حاجة. دي نقطة ثانية. ازاي انك انت تنتظر الرب باستمرار من محرس الصبح الى الليل؟ ازاي تشتاق الى ربنا حتى وانت بتتكلم معاه تبقى مشتاق اليه، حتى وانت بتقرأ كلامه تبقى مشتاق اليه؟ مش تشتاق اليه في الغياب عنه، تشتاق اليه في الوجود معاه، وتعيش في هذا الشوق باستمرار، جعان لربنا، عطشان لربنا، مش قادر تستغني عن ربنا. يملى ربنا كل قلبك. ازاي تدخل في الاكتفاء بالله؟ كثير من الناس جربوا العشرة مع الله لكن ما جربوش الاكتفاء بالله. يعني ايه الاكتفاء بالله؟ يعني ربنا يملى حياتك ويملى قلبك ويملى فكرك ويملى عاطفتك ويملى حبك، وما تحتاجش لحد جنبه يكمل لك حياتك، مش محتاج. دي برضه عمل طويل. احنا في حياتنا بنحتاج لناس نتسلم معاهم، وناس نتكلم معاهم، ونزهق لو قعدنا وحدينا،
وعايزين نتكلم مع فلان ومع فلانة ونزور فلان وفلانة وما نقدرش نشعر بالاكتفاء بربنا، ربنا مش مالي حياتنا. لكن داود النبي بيقول الرب لي راعي فلا يعوزني شيء. انا مش شاعر ان انا معتاز الى شيء الى جواره. مين اللي دخل في الحكاية دي وشعر بالاكتفاء بربنا وقال له من اول معرفتك يا رب اصبحت مش عايز اعرف حاجة تاني، واول معرفتك يا رب مش محتاج لحد تاني ولا لشيء تاني، وانت بتملى حياتي وانت الكل في الكل. لسه بدري. انت القلب مش يدخل فيه ربنا يملاه ربنا، وانت القلب ما يحتاجش لحد تاني غير ربنا. ربما الحكاية دي جربوها ابائنا المتوحدين وابائنا السواق اللي فيهم كان بيعيش زي الانبقى راس 60 سنة من الزمان لا يرى وجه انسان، او زي الانبى بولا 80 سنة من الزمان لا يرى وجه انسان، او زي انبى سمعان القلاع او غيره 50 سنة من الزمان لا يرى وجه انسان ومبسوط ويشعر انه لا ينقصه شيء. اللي داقوا ربنا على الارض هما اللي هيتمتعوا بربنا في السماء، اما اللي ما داقوش ربنا على الارض لم يذوقوا الله على الارض، اخسى لما يطلعوا فوق ربنا يقول لهم لا اعرفكم، ما كانش في بيني وبينكم معرفه قبل كده. ولهذا يقول القديسون ان مذاقه الملكوت تبدا على الارض وتكمل في السماء. لازم تدوق الملكوت هنا وتكمل هناك، لازم تدوق ربنا هنا وتستحمل الحياه مع ربنا هنا وتشعر بسعاده في العلاقه مع ربنا هنا علشان تكمل هناك. لكن اللي ما عرفش ربنا هنا وما دقوش هنا هيجد الحياه الاخرى حياه غريبه عليه هو نفسه ما يفهمهاش. هل دخلت في مذاقة الملكوت هنا؟ دي لسه بدري. الحياة مع الله تحتاج ان تدخل في التأمل وفي اعطاء ربنا اكبر كمية من التفكير واكبر كمية من المشغولية. ربنا يملى عقلك امور ربنا تاخد منك وقت وتشعر ان ربنا موجود جواك مش موجود براك. هذه الحياة هي ما نريد ان احنا نأخذها بالتفصيل في حياة القديسين وفي حياة رجال الكتاب وفي الحياة مع ربنا عموما، لكي نزوق وننظر ما هو أطيب الرب ولكي ندخل في العشرة الإلهية. أنا طولت عليكم. تفضل.